writing a paragraph. كتابه فقره كيفاش كنكتبوا فقره. Read information about the students and write a paragraph about each of them. عندنا معلومات حول جوج التلاميذ. غادي تكتبوا فقره على كل تلميذ باستعمال هذه المعلومات اللي عندنا. Age, country, school, city, father, mother, and hobby. إذن paragraph 1 الفقرة الأولى غتكون حول سيلفيو. كنخليو هنا أربعة المربعات كتسمى indention. سيلفيو is a student. سيلفيو هو تلميذ. He is 17 العمر ديالو 17 سنة. He is Italian هو إيطالي. His school is Primera in Paris. مدرسة ديالو هي Primera في مدينة باريس. His father is a photographer. الأب ديالو هو مصور. But his mother is a bus driver. ولكن الأم ديالو سائقة ديال الحافلة. His hobby is football. الهواية ديالو هي كرة القدم. الباراغراف تو الفقرة جوج كلمة دائما كنخليو أربعة المربعات كتسمى الانتنشن. عمر is a student. عمر هو تلميذ. He is 16 العمر ديالو 16 سنة. He is from Egypt هو من مصر ولا هو مصري. His school is Nasser in Cairo. مدرسة ديالو هي ناصر بالقاهرة. His father is a teacher. الأب ديالو هو أستاذ. But his mother is a nurse. ولكن الأم ديالو هي ممرضة. His hobby is tennis. الهواية ديالو هي كرة المضرب. Reduce and write a paragraph about Carol Harris. أنا أعطيكم مجموعة من المعلومات حول كارول هاريس وتكتبوا لنا فقرة حولها. تابع معلومات حول كارول هاريس. Paragraph 3 الفقرة الثالثة دائما كنخليو أربعة المربعات كتسمى الإندنشن. كارول هاريس is from Canada. كارول هاريس هي من كندا ولا كندية. She lives in Montreal. كتعيش في مونتريال. She works in a high school. يعني كتشتغل في مدرسة ثانوية ولا مؤسسة ثانوية. كارول is married and has three children. كارول متزوجة وعندها ثلاثة أطفال. She is a math teacher. إنها أستاذة لمادة الرياضيات. She speaks English, French, Arabic and تمازيغت. تتحدث الإنجليزية والفرنسية العربية والأمازيغية. In her free time, Carol plays tennis. في الوقت ديال الفراغ ديالها ولا الهواية ديالها أنها كتلعب كرة المضرب. She is also a volunteer in civil society. هي أيضا متطوعة في جمعيات المجتمع المدني.